بسم الله. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا، يا غفور يا رحيم يا ملهم الخير بالتمام والكمال، يا رب الكل رب الكل رب الكل، وليس لك مثيل، ليس كمثلك شيء، وأنت المتميز عن كل من سواك بالوحدانية والقوة المطلقة والمعرفة التامة. نعبدك لأنك أهل العبادة. نرجع للآية الكريمة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يسوف، لا عقل لكم ولا أدب لكم ولا علم لكم بما ستقولوا إليه أموركم. اقتريه تطعنوا في نبينا عليه الصلاة والسلام، قالك ما يعرف كان يسمع، أنت عندك اللي يسمع ويفيدك، ترى وريوني كيفاش استفدتم من الدجال يعني في الشرق والغرب، يصلون جلون ويفتكون بأموالكم هم الحرام. يا ألاعب في يد الشيطان وزاد الصب شبو دي ساتون المالورو المودي البني الهني، والسلام على رسول السلام.